بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقطع راح نتناول به المصطلح الثاني بعد ما انه اخذنا الريس تايم واشتقينا المعادله مالته. خلي نبدي نشتق او نبي نفهم اول مره شو المقصود بالبيك تايم بالسكند اوردر سيستم في حال كون الادخال مالته هو عباره عن يونت ستيب او مود. خلي ناخذ ريفيور سريع على حاله السكند اوردر سيستم المعادله الخاصه مالتي وكيفيه ايجاد مقدار قيمه الريسبونس. طبعا احنا اشتقيناه في المقاطع السابقه لكن نحتاج المعادله حتى على اساسها بعد ما اعرف البيك تايم شنو هو بدلالتها راح اقدر اوجد مقدار قيمه هذا الزمن واشتق المعادله مالتها. العلاقه مالتي كانت بشكل التالي انه انا عندي سيستم وهذا السيستم الى معادله الى ادخال هو عباره عن الار اوف اس يمثل مقدار قيمه الانبوت والى سي اوف اس هو يمثل مقدار قيمه الاوتبوت. وطبعا قلنا عندنا معادله مميزه هي تمثل الترانسفير فانكشن لهذا السيستم اللي هي مقدار قيمه الاوميجا ان تربيع على اس تربيع زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان تربيع. اوكي زين هذه هي المعادله. وهذه المعادله لهذا السيستم ظهر عندي مقدار قيمه الريسبونس او الاوتبوت اللي هو مقدار قيمه السي اوف تي بعد ما اشتقيناها طبعا لحاله اليونت ستيب انبوت في حال الاندر اللي هي يعني الاندر دامبنج عندما يكون عندي مقدار قيمه زيتا هي اكبر من صفر واقل من واحد. زين اشتقينا المعادله ظهرت بهذا الشكل هي عباره عن واحد ناقص اكسبونيشن ناقص زيتا اوميجا ان تي على تحت الجذر واحد ناقص زيتا تربيع مضروبه في ساين اوميجا دي تي زائد ثيتا وهذه كلها مضروبه في مقدار قيمه اليو اوف تي. هذه المعادله مالتنا. زين وحددنا طبعا البارامترات اللي موجوده عندي انه مقدار قيمه الاوميجا دي هي عباره عن قيمه الاوميجا ان مضروبه في واحد ناقص زيتا تربيع وعندي مقدار قيمه ثيتا هي عباره عن مقدار قيمه التان انفرس اللي تحت الجذر واحد ناقص زيتا تربيع على مقدار قيمه زيتا. هذول كلهم اشتقيناهم احنا موجودين بالمقطع الخاص بكيفيه ايجاد مقدار قيمه الريسبونس في حاله الاندر دامبي. زين هسه احتاج انه خلي ارسم الريسبونس واحتاج انه احدد مفهوم البيك تايم شنو هو. هذا هنا يمثل مقدار قيمه الامبليتيود. هنا عندي التايم. زين الحاله اللي عندنا انه انا عندي مقدار قيمه الادخال هو عباره عن يونت ستيب انبوت. اذا هذا مقدار قيمه اليونت ستيب انبوت الادخال مالتي اللي هو بهذا الشكل هذه مقدارها زائد واحد. اوكي هنا هذا مثل مقدار قيمه الانبوت. الاوتبوت قلنا السلوك مالته يبدي لهذه الحاله انه من ارسم الريسبونس بهذا الشكل. اوكي زين وهنا قلنا انه راح يطلع عندي مسارين. هذول المسارين هم المسار اللي راح يكون بهذا الشكل المسار راح يكون عندي بهذا الشكل. اوكي حددناهم ذكرنا انه هذا المقدار او هذا المسار اللي هي حالة الابر باند. اوكي وهذا المسار اللي هو حالة اللور باند. هذا طبعا محسوب قلنا لمقدار قيمة الساين اوميجا دي تي زائد ثيتا عندما يكون مقداره واحد وهذا محسوب لمقدار قيمة الساين اوميجا دي تي عندما يكون مقداره سالب واحد. فبالتالي معادلته هذه راح تظهر عندي بهذا الشكل. نكتب المعادله مالته انه هذا المقدار هو واحد زائد اكسبونيشن ناقص زيتا اوميجا ان تي على تحت الجذر واحد ناقص زيتا تربيع هذا المقدار كله شكل وهذا مقدار حاله اللور هي واحد ناقص اكسبونيشن ناقص زيتا اوميجا ان تي على تحت الجذر واحد ناقص زيتا تربيع بهذا الترتيب. اوكي زين هذا كله طبعا الكلام احنا ناقشناه بالتفصيل في المقطع السابق. هسه عندي هذا الريسبونس على ضوء هذا الريسبونس خلي اعرف البيك تايم شنو اقصد به. تعريفنا للبيك تايم نعرف البيك تايم بانه هو الزمن اللازم لوصول الاوتبوت او الريسبونس مالتي السيستم مالتي الى الماكسيمم فاليو باول شوت باول انطلاقه. زين فبالتالي من اجي احدد على ضوء التعريف انه انا عندي محتاج زمن هذا الريسبونس مالت الصعاد هذا اول ماكسيمم هي هذا تمثل مقدار اول
ماكسيمم. فمن أجهزة اللي هنا أنا أسقطها أقول هذا هو الزمن المطلوب، أسقطها الشكل. إذا هذا الزمن اللي يحتاجه اللي هو يمثل مقدار قيمة البيك تايم، هذا هو يمثل مقدار قيمة التي بيك، البيك تايم. أوكي، إذا تعريف نفسه للبيك تايم هو الزمن اللازم لوصول الأوتبوت مالتنا إلى الماكسيمم فاليو بأول شوت، أوكي، بأول انطلاقة. زين، هنا أنا صار عندي إنه مقدار قيمة الشوت هذا صار بهذا الترتيب. طيب هسه احتاج اشتق المعادلة. حتى اشتق المعادلة بما انه حددت هي هذه النقطة مالتي، الملاحظة هسه اللي هنا انه مقدار قيمة الميل اللي هنا هو راح يكون موازي. وبما انه الميل عند هذه النقطة موازي، هذا يعني انه مقدار قيمة السلوب راح يكون مساوي لصفر. اوكي؟ زين، معنى السلوب هو المشتقة المل بالنسبة للريسبونس، بمعنى انه راح يكون عندي انه مشتقة الـ DC of T الى دي تي تساوي صفر. عندي لحظة عندما يكون عندي مقدار قيمة تي تساوي لمقدار قيمة البيك تايم، على هذا الاساس راح ابدي اشتق المعادلة مالتي لايجاد مقدار قيمة المعادلة الواصفة او الصيغة الواصفة للزمن البيك تايم. اذا خلي ابدا اشتق هسه المعادلة، اشتقاق مالتنا عندي المعادلة هذه. فبالتالي هسه اولا نقول انه مقدار قيمة الـ DC of T للـ DT مثل مقدار قيمة الـ response راح يكون مساوي لصفر. هذا يعني انه صفر تساوي مشتقة D الى DT المن لهذا الحد. اوكي، من ادي اشتاق يعني هذه مشتقة المن للـ C of T للمعادلة، يعني راح اكتب المعادلة هنا اخليها. اوكي، هذا ايش راح يصير عندي هنا؟ راح يكون مساوي الى عندي صفر اللي هو هذه تساوي صفر اللي هي تمثل مقدار قيمة المشتقة تساوي مشتقة الحد الأول يساوي لي صفر باعتبار هو كونستانت، هذا واحد ناقص عندي هذه راح تصير مشتقة هذا الحد، هذا عندي كونستانت اللي هو واحد على جذر واحد ناقص زيتا تربيع، هذا كونستانت في مشتقة حاصل ضرب دالتين في دي إلى الدي تي لحاصل ضرب دالتين. شنو هاي الدالتين؟ الإكسبونيشن اكسبونيشن ناقص زيتا اوميجا ان تي مضروبه في الداله الثانيه اللي هي ساين اوميجا ان تي، هذه اوميجا دي تي زائد ثيتا. اوكي، اذا هسه لازم اطبق عليها قواعد الاشتقاق واشتقهم. بعد ما اشتقهم هسه ايش راح احصل؟ راح احصل بالشكل التالي، هذه راح تكون اول في مشتقه ثاني زائد ثاني في مشتقه اول رياضيا باعتبار انه انا عندي دالتين. بعد ما اشتقهم اعوض عنهم احصل على الصيغه الرياضيه الواصفه. فبالتالي هسه الاول في مشتقه الثاني ايش راح يكون عندي؟ يكون عندنا هنا اولا اكسبونيشال ناقص زيتا اوميجا ان تي في مشتقه مقدار قيمه الساين اوميجا دي تي زائد تي. تخلي اكتب المعادله مباشره حتى انه نعوض بالعلاقات اللي عندنا. راح يصير عندي هسه اللي هنا بعد ما اشتق، اولا مشتقه هذا هو راح يكون عندي مقداره زيتا باعتبار راح يصير عندي اوميجا دي في اكسبونيشال في مشتقه الساين، فيصير هنا عندي هذه اوميجا دي في مقدار قيمه الاكسبونيشال ناقص زيتا اوميجا ان تي في مشتقه الساين هي كوساين اوميجا دي تي زائد ثيتا، هذا الحد الاول زائد شو راح يكون عندي هسه الثاني في مشتقه الاول؟ الثاني مشتقة الأول هي ناقص زيتا أوميجا ان. أوكي، فبالتالي راح يصير عندنا هذا الحد، يصير عندي هنا ساين أوميجا أوميجا دي تي زائد ثيتا، هذا هو الساين في مقدار قيمة مشتقة ناقص زيتا أوميجا ان، هاي بين قوسين في الدالة اللي هي إكسبونيشال ناقص زيتا أوميجا ان تي، وهذا طبعا كله يساوي لي صفر. أوكي، هسه هذه المعادلة مالتنا، خلي أبدأ أعيد ترتيبها حتى أوصل لمقدار قيمة العلاقة. زين، هذه هسه إذا أرتبها راح يصير عندي أوميجا دي باعتبار إنه عنده هذا الحد وهذا الحد مشترك، يطلع نطلعه يروح يختصر فيصير عندي أوميجا دي مضروب في كوساين أوميجا دي تي زائد ثيتا زائد هنا راح يصير إشارة عندي ناقص لأن هاي ناقص ناقص زيتا أوميجا ان في مقدار قيمة الساين أوميجا دي تي زائد ثيتا تساوي صفر. أوكي، زين، هسه هذه المعادلة أحتاج إنه أوجد
صيغة بحيث أنه رتبها. أوكي خلي أرجع هسه من وجدت الريسبونس لحالة الأندر دامبينج للسيستم في حال إدخال يونت ستيب أنبوت بالمقطع اللي ناقشناه بالتفصيل. رسمنا الجذور، قلنا طبيعة الجذور اللي هنا راح تكون هي عبارة عن تو كومبلكس كونجيجيت، يعني من أجل أرسمهم الجذور مالتي راح يكون عندي بهذا الشكل الرسم مالتنا. نرسمناهم قلنا هذا جذر وعندي هذا جذر اللي هنا أنا. أوكي هذا طبعا الريال وهذا هنا قلنا الإيماجينري، هذا هو الإيماجينري، هذا إيماجينري بارت وهذا ريال بارت. زين من أجل هنا أحدد هذا الجذور مالتي الجذر الأول وعندي هذا الجذر الثاني، هذه المسافة، هذه المسافة منا اللي هنا هي كان قيمتها هي عبارة عن مقدار قيمة قيمة الأوميجا ان في جذر واحد ناقص زيتا تربيع، وهذه المسافة كان قيمتها هي عبارة عن زيتا أوميجا ان. أوكي هاي عندي زاوية، شنو كان عندي إذا أريد أوجد هسه مقدار قيمة الزاوية بدلالة التان وبدلالة الساين والكوساين، ظهر عندي العلاقة مالتي أنه هي بالشكل التالي، أنه مقدار قيمة الساين للدالة راح يكون هو مساوي إلى مقدار قيمة الأوميجا دي. يعني من هذه العلاقة نقول مقدار قيمة أولا تان ثيتا قلنا هي عبارة عن مقدار قيمة جذر واحد ناقص أوميجا زيتا تربيع على زيتا، مقدار قيمة الساين مالتنا للزاوية راح يكون هو أوميجا دي، ومقدار قيمة الكوساين للزاوية راح يكون هو مقداره هو عبارة عن زيتا في أوميجا ان. إذن هسه إذا لاحظ هذا الشيء قيمة الأوميجا دي هي ساين ثيتا وقيمة الزيتا أوميجا ان هي تمثل مقدار قيمة الكوساين. إذا من هذه المعادلة أعيد كتابتها بالشكل التالي، راح يصير عندي أولا ساين ثيتا راح تكون عندي ساين ثيتا مضروب في كوساين أوميجا دي تي زائد ثيتا ناقص هذا هو كوساين ثيتا مضروب في ساين أوميجا دي تي زائد ثيتا تساوي صفر. زين هذه عندي علاقة رياضية، يعني عملية ضرب بهذا الترتيب أنه أقدر أصير رتبها متطابقة بالرياضيات. عندي ساين في كوساين هي عبارة عن ساين أوميجا دي تي زائد ثيتا ناقص ثيتا وتساوي ساين باعتبار هذه تروح مع هذه، هذه باختصار راح تكون هي ساين أوميجا دي تي تساوي صفر. أوكي زين هسه من هذه العلاقة رتبها لإيجاد مقدار قيمة الزاوية. الساين لم تكن صفر، الساين يساوي صفر عندما تكون الزاوية مالتها هي مضاعفات الأنباي. إذن هذا يعني أن مقدار قيمة الأوميجا دي تي تساوي ام باي، او انه مقدار قيمة التي اللي هو الزمن يساوي لي ان باي على مقدار قيمة الاوميجا دي. وطبعا هذا الزمن من هو اللي اشتقينا على اساسه هو مقدار قيمة البيك تايم. اذا اصبحت عندي مقدار قيمة العلاقة تمثل النهائية انه انا عندي مقدار قيمة البيك تايم راح يكون هو مساوي الى مقدار قيمة الان باي على اوميجا دي، هذا مقدار قيمة البيك تايم. لكن انا خلي ارجع للمخطط مالتنا، احنا بالنسبة لنا للتعريف شنو عرفنا بالبداية؟ قلنا انه الزمن المطلوب، الزمن مالتنا البيك تايم هو الزمن اللازم لوصول مقدار قيمة الاوتبوت الى الماكسيمم في اول شوت، يعني باللحظة اللي راح تكون بها مقدار قيمة ان تساوي لي واحد. لانه اذا اخذ هسه هذا التعريف هنا نقول فور ان تساوي صفر، عندما ان تساوي لي صفر هذا يعني انه مقدار قيمة الزمن مالتي راح يكون مساوي لا صفر. باللحظة اللي تكون ان بها تساوي لي واحد راح يكون عندي مقدار قيمة التي بي راح يكون مساوي الى باي على مقدار قيمة الاوميجا دي، وهذا هو الزمن مالتنا اللي يمثل مقدار قيمة البيك تايم. زين على هذا الاساس صار عندي واضح مقدار قيمة البيك تايم اللي يمثل مقدار قيمة الماكسيمم اقصى قيمة للزمن اللازم لوصول مقدار قيمة الريسبونس الى اقصى قيمة باول دورة، فهذا راح يكون عندي مقداره
يساوي بيك تايم هو عبارة عن مقدار قيمة الباي على مقدار قيمة الأوميجا دي، هذا باي على قيمة الأوميجا دي، زين بهذا الشكل. فبالتالي صار عندي واضح هسه ايش نقصد بالبيك تايم.